زمان قالوا الملك بيصنع ولا يولد، يعني المواقف هي اللي بتبين معادن الرجال وبتصنع أسطورتهم. إزاي السيسي بقى ملك الشرق الأوسط بلا منازع، وإزاي العالم كله بيقف عنده، وإزاي بيقدر يفرض إرادته اللي هي إرادة مصر؟ تعالوا نشوف مع بعض إزاي ده حصل. بانكير، نبض البنوك. على مر آلاف السنين القوات المسلحة المصرية هي عصب الدولة، والشعب هو الجيش والجيش هو الشعب. مفيش بيت في مصر مفيهوش مجند ولا ضابط ولا حد ما خدمش في الجيش. زمان الأب كان بيقول لابنه بكرة تروح الجيش وتتعلم تبقى راجل وتتحمل المسؤولية. دايما العسكري أو الشاب بيطلع منه غير وقت ما دخله، وبيفهم الحياة والمسؤولية والجدية. أهو الرئيس السيسي ابن من أبناء القوات المسلحة وقائد من قادتها العظام، وكان عين الجيش المصري على الخطر بحكم منصبه الحساس رئيس للمخابرات الحربية والاستطلاع وتقييم المواقف الاستراتيجية والنظر للأشياء والمخاطر بنظرة بعيدة جدا ودراسة كل الاحتمالات. ومع تعدد وتدرج مناصبه في القوات المسلحة اتكونت شخصية استثنائية لقائد استثنائي وصلته لمرحلة الزعامة والقيادة لبلد بحجم مصر. السيسي بانت زعامته وقت الشدة وقبل ما يبقى رئيس، وقدر وهو وزير الدفاع يكون أمان للمصريين واللي وثقوا فيه عشان ينقذ مصر من البيع والمرتزقة في عهد سنة الإخوان الكبيسة. وفعلا كان على قد الموقف والمسؤولية وتخلصت مصر من الخيانة والتآمر واختاروا المصريين من ساعتها. داخليا نجح السيسي في إعادة الثقة للمصريين وفي بلدهم وإنهم يقدروا يعملوا معجزات. بنى دولة جديدة وجيش حديث وأعاد اكتشاف قوة مصر الحقيقية، وبعد أقل من 10 سنين بس خلاها زعيمة المنطقة والأقليم كله، وكلمتها هي اللي هتمشي ومحدش يقدر يتجاوز خطوطها الحمراء. فرضت إدارتها على أكبر قوة في العالم وأنقذت ليبيا من الفوضى. وخارجيا اتحولت مصر لقبلة العالم بعد ما نورت في كل المجالات وبقت دولة واعدة في انتظارها فرص هتخليها سيدة العالم وسابع أقوى اقتصاد في الدنيا بعد كام سنة جايين، بعد ما هيئت الدولة بمرافقها وبنيتها التحتية ومشروعاتها العملاقة في كل المجالات. النهاردة مصر قدرت تفرض الهدنة على إسرائيل وتوقف الضرب وتدخل المساعدات بدون أي قيود وترجع الأسرى والمساجين وسط انبهار العالم بقوة مصر. قبل الهدنة مصر حشدت قوتها على الحدود وقالت سينا خط أحمر واللي يفكر يقرب لها هيدفن على حدودها، وأحبطت مخطط التهجير. وده كله وسط ظروف اقتصادية صعبة بسبب تداعيات الحرب الروسية، وهي دي زعامة السيسي اللي بقت حجر الزاوية لأي تحرك في المنطقة، وبقت مصر القوة اللي بتحرك الأحداث في المنطقة. أنا أشرفت أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.